كمان على مستوى تطوير اللاعبين الفردي. احنا امبارح يعني كان مفاجأة بالنسبة لنا عودة قوية جدا مثلا لأفشة. أفشة من امتى بيقوم بالأدوار الدفاعية وبيعمل تاكلينج وبيروح وبيجيب؟ لأن هو اتأهل كويس في الحتة ديت، تأهيل بدني على أعلى مستوى تاتشوود، تأهيل فني من خلال خطة ما شاء الله كانت مميزة جدا، كمان التأهيل النفسي اللي بيخلي اللعيب يطلع كل اللي جواه بنسبة 100%. كمان زي ما بقول لحضراتكم المنظومة كاملة الحمد لله. احنا يعني النادي الأهلي في موسم استثنائي، موسم رائع أكتر من رائع، وأنا بقول إن الموسم لسه ما انتهاش، لسه عندنا بطولات كثيرة جدا. إيه الاستراتيجية اللي جاية اللي هيحسبها كولر خلال الفترة اللي جاية؟ عدد المباريات المتبقية من الدوري هيشتغل فيها إزاي؟ في عندنا بطولة طبعا الدوري الأفريقي أو السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي بعد طبعا ما تغير مسماه في شهر 8 هنستعد له ازاي؟ عندك في شهر 12 كاس العالم للانديه هتستعد له ازاي؟ عندك مسابقه كاس مصر للسنه دي برضه هتشتغلها ازاي؟ يعني عندنا لسه 3 4 بطولات هنشوف السيناريو هيمشي ازاي في النادي الاهلي من خلال زي ما بقول لحضراتكم المدير الفني الرائع مارسيل كولر. الحقيقه بيأدي اداء اكتر من رائع، ودايما بنتكلم على حسين الشحات نجمنا حسين الشحات اللي ما شاء الله ما شاء الله تاتش وود اللعيب دوت يا جماعه. يعني عايز اقول لك قد ايه هو بيحب النادي الاهلي وعنده عشق لهذا الكيان، وده بيترجم في الملعب من خلال اداؤه الرائع في الشوط الاولاني الحقيقه، وهدفين يعني اكتر من امتياز. عنده قوه، عنده سرعه، عنده تركيز، عنده سمه اللي هو عايز يفنش على الجون، وما شاء الله ربنا بيكرمه وبيديله، لان زي ما بقول لحضراتكم هو انسان يعني على المستوى الشخصي مستوى اخلاقي رائع جدا وبيحب النادي الاهلي جدا، وده اللي ظاهر حتى من خلال طبعا بعد ما جاب الجون علاقته وعلاقه كولر حسين شحات بيروح يسلم على كولر. كل الناس الحقيقه اللاعبين اللقطه ديت واللعيبه بره كلها عمل المعادله الصعبه انك يعني بالسكواد كامله 30 لعيب بيكنوا كل الاحترام وكل التقدير للمدير الفني وبيحبوه بشكل مميز جدا، وكل واحد يعني في التيم بياخد دوره في الوقت المناسب. عملية الروتيشن اللي شغالة بشكل أكتر من رائع من كولر، يعني احنا شفنا 3 جداد في وسط الملعب، شفنا أكتر من لعيب ما تقدرش تقول دلوقتي إن ياسر إبراهيم أو رامي ربيعة محمد عبد المنعم، شفنا تقريبا محمود متولي بعد ما يرجع مع الإصابة، كل دوت اللعيبه كل الاسماء دي لعبت. بنتكلم على الرائع علي معلول علولو طبعا، يعني كل جماهير النادي الاهلي بتعشق هذا اللاعب وهو كمان بيعشق هذا الكيان. يعني علي معلول الحقيقه يعني اسطوره من اساطير، خلاص اقدر اقول اسطوره من اساطير النادي الاهلي ومحسوب علينا خلاص كانه واحد مصري. علي معلول بيحرز الهدف الثالث، وزي ما بقول لحضراتكم كانت مباراه رائعه جدا، استغل النادي الاهلي سوء حاله نادي الزمالك لكن كمان الاستعداد الفني والفينش والرغبه في الفوز هي دي اللي خلت النادي الاهلي. وكنا قادرين على فكره ان احنا نحط الرابع والخامس، يعني من الحاجات اللي بعض الناس بتلوم عليها فريق النادي الاهلي انك دوس يعني قادر تكمل. قال اليونج بادوار مختلفه شويه وبيقوم بادوار حمدي فتحي انه بيخش ال 18 وبيلعب دور 8 مع انه ارتكاز بشكل كبير. شفنا فخري، شفنا كوكا، شفنا عناصر جديده واعده ان شاء الله بتلعب في مباراه كبيره، شفنا كمان محمد شريف والراجل يعني زي ما بتقول يعني هو بيحب قوي شباك نادي الزمالك. يعني محمد شريف من اللعيبه المميزه جدا ولكن عنده عشق لشباك نادي الزمالك الحقيقه، كل مباراه بيلعبها امام نادي الزمالك ويمكن داخل على رقم قياسي في التهديف للنادي الاهلي امام نادي الزمالك. الحقيقه كانت يعني كان مباراة رائعة جدا استمتعنا بيها، وزي ما بقول لحضراتكم الموسم لم ينتهي بعد للنادي الأهلي. النادي الأهلي يعني شغال بشكل احترافي، وهنشوف الفترة اللي جاية كمان هيشتغل ازاي على المباريات اللي جاية من خلال الدوري الممتاز. عندنا مباراة اللي جاية امام المقاولين ثم حرس الحدود، ان شاء الله كل التوفيق النادي الأهلي ان شاء الله بإذن الله. هل الشكل العام عايز يفنش البطولة يكون رقم قياسي ان احنا ناخد البطولة كاملة بدون هزيمة؟ ده اللي هنشوفه خلال الفترة اللي جاية. هل في تحضير لملف اخر يكون مثلا في راحة لبعض اللاعبين علشان ياخدوا راحة ما يكونش في
ضغط مباريات كثيرة جدا ونستعد لمباراة الدوري الأفريقي ده برضو هنشوفه. فالحقيقة بقول لجماهير النادي الأهلي اطمئنوا، يعني ما شاء الله مجلس إدارتنا، الجهاز الفني، الإداري الفني، اللاعبين، وعلى رأسها طبعا جماهير النادي الأهلي العظيمة، هي ديت اللي يعني زي ما بيقولوا المصنع والشغل الكبير جدا اللي بيقدموه خلال وجودهم في المدرجات أو من خلال تواجدهم على السوشيال ميديا أو متابعتهم للنادي الأهلي، ده كمان مهم جدا. النهاردة الحقيقة في حلقة